السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع المواقع الجميلة اللي بتحول البرومت لصور، تمام؟ في إمكانية إن أنت تدور على حاجة معينة تكون الناس عاملاها، يعني مثلا لو كتبت كلمة ايجيبت وقلنا له سيرش، يبدأ يدور في كل مواقع على الناس عملت ايه ويوريك صور الناس عملت. تلاحظ ان هو بيتكلم على عصر الاثورات او بيتكلم عن مصر القديمة في كل الصور، يعني لازم تكتب له لا ده انا عايز حاجة حديثة عشان يبدأ ان هو يفهم. ليه؟ لان هو اتدرب على كده، يعني النماذج اللي شافها كلها كانت نماذج من اهرامات ومعابد وحاجات زي كده. طيب اقول له ان انا عايز انا بقى ايه، اديك وصف تعمل صورة جديدة، فبيبدأ يقول لي اكتب الوصف، وبعد كده نيجاتيف يعني لو في كلمة معينة انت عايز تستثنيها، وبعد كده هقول له جنريت. هنا بيتكلم الأبعاد تقدر تختارها، فبدأ يطلع لي الصورة دي، يطلع لي 4 صور. كل صورة تقدر ان انت تكبرها وتشوفها وتقدر تعمل تخليها في الحاجات المفضلة عندك. طبعا تقدر تعملها داونلود، تقدر تيجي هنا وتعملها ديليت او لود برومت انتو اديتور، يعني تاخد البرومت ده في اديتور بحيث ان انت تقدر انت تستخدمه تاني. اللي انت بتعمله بيظهر عند الناس كلها لان هو مجاني، فمالكش امكان ان انت تقفله او تمنع مشاركته مع حد الا لو انت كبرته وحملته عندك وبعد كده عملت له ديليت. فزي ما انت شايف الموضوع سهل، لكن مش من اول مرة تيجي معاك كويس، لازم تجرب اكتر من مرة. كل مرة مثلا ممكن متبقاش بالظبط اللي انت عايزه، فتقدر ان انت تجرب مرة واتنين وتلاتة لحد ما توصل اللي انت عايزه. لو رحنا هنا الهوم، اي صورة فيهم عجبتك عايز تعمل زيها ممكن تكبر الصورة، تلاقي البرومت، تنسخ البرومت، تمام؟ ممكن تقول له open in editor، يبدأ يحطولك في الاديتور. وخلي بالك ان اللي انت هتعمله هيكون مختلف تماما عن دوت، يعني رغم ان انت بتصوت نفس الكلام، لكن الذكاء الصناعي هيبدا ان هو يشوف الكلام ويبدا ان هو يجيبه من صور متعدده ويدمجهم مع بعض، فبتيجي بشكل مختلف، تمام؟ ممكن تقول اكسبلور ذا ستايل، ممكن ناخد نفس الصوره ونبدا ان احنا نعمل لها جنريت. بص ده الاستيلات كلها اهي، تقدر تشوف نفس الكلام اللي هو كتبه ونقدر نقول جنريت، تطلع لنا صورة مختلفة تماما عن اللي موجودة. ليه؟ لأن هو مش بيدور في النت فيجيب لك صور موجودة في النت، لأ دي حاجة خاصة بيك، تمام؟ اهو.